أعمال فنية ل37 فناناً تشكيلياً من محافظة الحسكة اتحدت تحت عنوان الفن يزرع الحب والسلام ضمن فعاليات معرض الفن التشكيلي الثاني لفناني الجزيرة السورية في صالة مطرانية السوريان الكاثوليك بمدينة الحسكة. هالمعرض الثاني اللي عملناه ردنا نزرع، أخذنا له كعنوان الفن لزرع الحب والسلام. بهالطريقة هاي نحن نقدر نجمع الناس، اثنين الفنانين بحد ذاتهم لما يصوروا الطبيعة، يصوروا الإنسان، يصوروا البؤس، حتى البؤس لما يصوروه عم يصوروه حتى الناس تكره البؤس، تكره الحرب، تكره المجازر وتحب بعضها أكثر. نحن هاي ثقافتنا، ثقافة محبة، ثقافة حياة، ما هي ثقافة قطع صلة الرحم. هذا المعرض يحتوي على كل التجارب اللي مروا بها الفنانين من خلال 50 عام وإلى هذا الوقت، مدارس فنية مختلفة، تجارب مختلفة، أعمار مختلفة، من الرواد الأوائل وإلى ما من جاء من بعدهم حتى الوقت الحاضر. المعرض ضم لوحات لفنانين قدامى وراحلين، إضافة للوحات خاصة بالأطفال، ويهدف إلى استمرارية الحركة الفنية في المحافظة ويستمر حتى 2 من شهر تموز القادم. هذا المعرض يشكل ذاكرة حية لمسيرة الفن التشكيلي في محافظة الحسكة منذ بدايات هذا الفن في 60s القرن الماضي، ومروراً بالأجيال والتجارب الفنية التي تعاقبت على هذه المحافظة. أنا مشارك بعملين، الموضوع اللي عم يشتغل عليه هو طبيعة صامتة، ألوان زيت على قماش، بتناول مواضيع عديدة يعني، بس حالياً الأعمال اللي عارضهم أنا تتناول الطبيعة الصامتة. والله لوحاته كتير حلوة، يعني عم بيعبر عن الشيء اللي مرينا فيه بسوريا والأزمة اللي صارت، وبالنسبة للي عم بيهاجروا احنا ما بدنا اياهم يهاجروا، على الغرق اللي عم بيصير، على يعني ان شاء الله يكون سوريا ترجع من جديد تنشط اكثر واكثر والامور بترجع احسن من الاول ان شاء الله. المعرض بوقت جميل جدا يتناسب مع فترة الاعياد والاحتفال بعيد الفطر السعيد وأعياد النصر اللي حققها الجيش العربي السوري، ومناسبة حلوة نشوف كل أطياف الشعب السوري بهاي الصالة الجميلة. المشاركون أكدوا أن المعرض يشكل ملتقى لأعمال كبار الفنانين في تجارب الأجيال المتلاحقة وإبداعات الشباب لتصب كلها في بانوراما من التنوع والتكامل في إطار المحبة والوفاء والانتماء للأرض.